شنو أوجه التشابه بين عمان وبغداد؟ والله ماكو تشابه، يعني مولات هناك وهنا مولات تشابه. إيه البضاعة اللي هنا هناك، يعني ماكو فرقت بس الحدود. زين العيشة أسهل هنا لو بعمان؟ والله شوف دا أقول لك الوطن غالي. مهما يكون الوطن غالي. صح. فماكو فرق لنا إحنا يعني هناك لأنه تعودنا على العيشة هناك بس. أها. بس. كم سنة صار لك بعمان؟ 21 سنة. 21 سنة. أوف. فترة طويلة. شو سوي؟ صارت لنا فرصة جينا نشوف حبايبنا. طبعتي بطبع يعني أهل الأردن؟ يعني 21 سنة مو شوية. عمر طويل. مو؟ هي. نظام حلو. إيه. حلو النظام. نظام صح. مو؟ التزام بنظام وقوانين الدولة مهم جدا. إيه. مو؟ إيه. زين الرجل الأردني مثل طبيعة الرجل العراقي؟ لا. يختلف؟ شنو يختلفون؟ خاف من مرته. هاي صدق يعني لو اي والله مزحة. والله العظيم تمشي هيك. خاف من مرته مثل قالت الحلاوه السكب الحلاوه. ليش يخاف من مرته؟ يخافون والله قويات الفلسطينيات. اها الاردنيات قويات. الاردنيات لو هن اكثر الفلسطينيين بالاردن. اها تجنابك عراقيه الجنسيه؟ اي عراقيه الجنسيه. اي اختي هاي اللهجة مالتك بيها شيء من اي 21 هي. سنة من 10 خب صار منهم 40 يوم، فكيف اذا في 21 سنة؟ شايف الله يحفظك ان شاء الله، تحياتنا للجالية العراقية في الأردن وكافة الدول العربية. يسعد قلبك يا رب. شكرا.